توضيح للمشاهد الكريم انه جهاز البيجر الشركه التايلانديه المنتجه لهذا الجهاز قالت انه هذا الجهاز الطراز 924 المنتج في لبنان والمباع في لبنان هو مو نفس الشركه التايلانديه انتجته، وهي شركه تقع في المجر وشركه اسمها باك، وهذه الشركه من الممكن ان تكون هي مخترقه قبل حتى ان تدخل لبنان يعني، وتكون مفخخه حتى قبل ان تدخل لبنان، وهذا يعني اليوم يعطي 50 ايعاز انه اليوم مجتمع الغرب هو يحارب في الجهه لجانب اسرائيل. واحد. اثنين، اليوم الفصائل المسلحه في العراق هي ما اتصور بهذه الدقه، اليوم هو البيجر اليوم يستخدموه في لبنان، تدرين في لبنان هناك حرب على مدار يعني سنوات وقربهم من اسرائيل، وهذا الجهاز فيه تشفير معين، فما اتصور في العراق يستخدموه. وكان يعني ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني حتى في تليفوناتهم عاديه نقاله، وعلى هذا الضوء استخدمت الطياره لضربه، فهنا في العراق ما اتصور انه يستخدم بكثره. ولكن الحذر من انه هذه الجريمه بحد ذاتها استهداف المواطنين، هسه مواطن ممكن مواطن عادي، ممكن كان بجنبه مواطن عادي، يعني تقريبا بال 4000 جهاز حسب ما قال حسن نصر الله قبل قليل في لقائه يعني المتلفز، قال 5000 او 4000 جهاز انفجرت في لبنان، نعم. من الممكن نفسهم في العراق وفي كل مكان، يعني اذا هذه انفجرت مره واحده شوف العدد، هسه شخص يجوز مع حزب الله ولكن القربة مو بحزب الله، من الممكن كانت ان تكون مجزره جدا كبيره، يعني 9 اشخاص يعني شيء قليل بالنسبه لما كان مخطط له. ولهذا السبب اليوم الفصائل المسلحه في العراق ويعني مهدده جدا، وخاصه الامن السيبراني اتصور في العراق جدا ضعيف، خاصه بكل دول الدوله هسه مو فقط في الفصائل المسلحه، هسه ما اعرف جهوزيه الفصائل المسلحه والامن السيبراني اللي عندها وجهوزيتها، ما اتصور انه جاهزه بهذا المستوى العالي، ولا اتصور اي دوله ممكن ان تجهز بهذا المستوى العالي، خاصه هذا التخطيط ودول و يعني منظومات، وامريكا داخله على الخط، المجر داخله على الخط، فلهذا السبب تصور. طيب دكتور احمد، يعني الخطر يكمن في العراق بتواجد الفصائل المسلحه، هي المستهدف الوحيد بجهاز البيجر، لكن هل الفصائل قادره هنا على صد مثل هذه الهجمات؟ يعني انا قلت الجهاز اليوم الفصائل المسلحه ليس لديها امن سيبراني وليس لديها يعني تطور في هذا الموضوع، وحسب علمنا يعني انه ما عندها دورات مثلا تطويريه في هذا الموضوع، يجب اليوم تدرين الحروب تتطور بين فتره واخرى، يجب اليوم ما ظلت حروب صواريخ وحروب دبابات وحروب طائرات، وهناك حروب الكترونيه وحروب اختراقات، ولكن نرى بين فتره واخرى اعلان لبعض الفصائل المسلحه انها اخترقت مطارات واخترقت شركات في اسرائيل اخترقت هنا، فاتصور لديهم تطور ولكن مو التطور المطلوب. فيجب على الفصائل المسلحة إذا ما أرادت أن تتطور وتتهيئ لمعركة حقيقية في المرحلة المقبلة يجب أن تكون لها تطور إلكتروني، واليوم الأمن السيبراني يعني مهمل في العراق أيضا، حتى الخريج هذه المهنة داخل العراق يجوز يخلوه كاتب أو يخلوه في غير مكان، ليس لديه مكان في بعض الوزارات، ولهذا السبب الحكومة المفروض تهتم بهذا الموضوع.